الفنانة صابرين أكدت أنها بتواجه تحدي جديد في مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل أوراق التوت، واللي بتقدم فيه دور إمبراطورة غير مسلمة بالهند. وأكدت كمان صابرين أن الدور مختلف وجديد وصعب بالنسبة لها، وده اللي شجعها على قبوله، وكمان ده هيكون أول دور ليها باللغة العربية الفصحى خلال مشوارها الفني. أكد المخرج الشاب أمير رمسيس أنه بدأ العمل مؤخرا على كتابة سيناريو فيلم جديد عن تنظيم داعش، وقال ان الفيلم هيكشف عن الاسباب اللي بتخلي الشباب ينضموا لتنظيم داعش، وبيتعرض كمان لفكر الشباب دول. واكد امير ان لسه ما انتهاش من كتابه السيناريو، وما حددش موعد انتاجه ولا كمان اسم نهائي ليه. اعلن السيناريست عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل بكار عن عودة المسلسل مرة تانية في رمضان اللي جاي، لكن بحلقات جديدة وبإيقاع أسرع، ويتم فيه تناول مواضيع تواكب تطورات العصر. وأكد عاطف أنه يتم استخدام تقنية 3D في عمل شخصيات المسلسل، وأن اللي هيقدم معظم الأداء الصوتي لتلك الشخصيات مجموعة من الأطفال. أكد الفنان ندرة بوليف أنه بيواصل تحضيرات فيلمه الجديد اللي هيبدأ تصويره خلال الأسابيع اللي جاية، وهيكون مع الفنان سعد الصغير. الفيلم هيكون استعراضي غنائي، وهو أول أعمال بوليف السينمائية. الفنان محمد سعد وفريق عمل فيلم حياتي مبهدلة انتهوا من تصوير 60% من مشاهد الفيلم. وأكد كمان مخرج العمل شادي علي أنه هيتم الانتهاء من التصوير في خلال أسبوعين على الأكثر. اعتذرت الفنانة اللبنانية دولي شاهين عن بطولة فيلم اتقي شر الحريم للمخرج محمد خضري، ووضحت ان سبب اعتذارها هو خلافها مع شركة الانتاج بسبب ضعف ميزانية الفيلم. الفيلم من تأليف واخراج محمد خضري، وبطولة نرمين ماهر وهبة السيسي وصالة سلامة واحمد تهامي. يستأنف المخرج كريم السبكي هذا الأسبوع تصوير فيلم من ظهر راجل، واللي بيقوم ببطولته آسر ياسين وياسمين رئيس، بعد توقف 4 أسابيع لانشغاله فيلم الليلة الكبيرة اللي بيتم تصويره في نفس ديكور الفيلم بمنطقة الحزام الأخضر. وبتدور أحداث الفيلم حول شاب كان بيتمنى الاحتراف الملاكمة، ولكن بتضطر الظروف لإلغاء الحلم ده والتحول لبلطجي. وبيشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة وليد فواز وشريف رمزي. عايزين تعرفوا ايه اخر اخبار نجوم العالم؟ استنونا في سليبرتي سكوب نيوز بعد شويه.